رقم واحد ورد يومي ثابت من الصلاة على رسول الله. يا راجل ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما أبي بن كعب قال له اجعل لك نصف صلاتي, قال له ان زدت فهو خير لك, كل ما تزود الخير هيجي في حياتك, قال له اجعل لك صلاتي كلها, يعني ورد يومي ثابت صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك, تكفى همك ربنا هيوسعها عليك وربنا يفرج عليك. يبقى رقم واحد ورد يومي ثابت من الصلاة على رسول الله, تقول مثلا 50 مرة 20 مرة 100 مرة اكتر اقل عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. موضوع بسيط, ده رقم واحد. رقم اتنين قال الركعتين يا جماعة, معجزة الركعتين. والله انا بكلمكم رب من فوق 7 سماوات يسمعني. في يوم من الايام كنت مديون في مبلغ كبير, يعني بعت العربية وسددت جزء من الدين ولسه عليا فوق 200,000 دين. صليت ركعتين لربنا, بس صليت ركعتين بكيت لله, عيطت لله, ما نمتش وانا عليا منهم جنيه, ما نمتش وانا عليا منهم جنيه. ربنا قادر الركعتين تتوضى وتقف على سجادة الصلاة وتقف على سجادة الصلاة وعيط لربنا. الكلام ده كلام مجرب ومضمون, وكل الاسباب ده هي اسباب مجربة ومضمونة يا جماعة, ثقة في الله وربنا سبحانه وتعالى فتح علينا. الحاجة التالتة, الحاجة التالتة الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لازم الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله, جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار. السبب الرابع الرضا, انك تبقي راضية ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. راضين يا رب بس عايزين كمان, سيؤتينا الله ورسوله من فضله, انا الى الله راغبون. ربنا هيديك لو من قلبك راضي عن الله. السبب الخامس حمد الله, دايما تقول الحمد لله وتفتكر اللي ربنا ادهولك, لان شكرتم لازيدنكم. السبب السادس الدعاء بين الاذان والاقامة, اوعى تضيع الوقت ده, اوعى تضيع اول ما الاذان جدا اجري على الجامع وارفع ايدك وادعي ربنا. الدعاء بين الاذان والاقامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. والله يا اخواني بين الاذان والاقامه من اعظم اوقات تفريج الكروبات وتنزل الرحمات من الله, الدعاء بالذات ما بين اذان واقامه صلاه الظهر, لان النبي قال على الوقت ده تفتح ابواب السماء, في الوقت ده بالذات بتفتح ابواب السماء. يبقى الدعاء بين الاذان والاقامه. السبب السابع الصدقه اليوميه, وده سر رهيب. انا مش بقول لك طلع كل يوم جنيه ولا طلعي كل يوم 50 جنيه, طلع كل يوم جنيه, طلع كل يوم 5 جنيه, طلعي كل يوم اعمل صندوق كده تحط فيه كل الفلوس الفكة او الخمسات او العشر اللي ربنا يفتح عليك بيه بقى واللي ربنا يعينك عليه. وكل ما تنزل ادي, مش لازم تتصدق على واحد فقير, مش لازم تتصدق على واحدة معدمة, ادي اتصدق, طلع الصدقة اليومية, لا سر رهيب. السبب الثامن الاستقطاع الشهري, انك تعمل استقطاع شهري من دخلك, يا اما مثلا 10% بالنسبة, يا اما خلاص 100 جنيه شهريا 200 جنيه شهريا ايا ما كان اكثر اقل, انا هطلعهم لله او هطلعهم لاسرة فقيرة. والرحمة بالفقراء والمساكين, ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء, من اسباب رحمة الله بيك انك ترحم. يبقى ده رقم 8 الاستقطاع الشهري. رقم 9 صلة الرحم ولو بالمكالمة, ثبت يوميا مكالمة لحد من ارحامك, فكرة مهولة, يوميا ثبت مكالمة. انت عندك مثلا 40-50 حد من قرايبك, يبقى انت كل واحد هتعدي عليه كل شهر مرة, ثبت يوميا مكالمة واحدة بس. يبقى بعد المغرب او بعد العشاء او بعد العصر هرفع التليفون وهتصل بحد من ارحامي, وهاتي كل قرايبك واعملي مثلا حرف واحد كده قبل كل اسمائهم, يبقى لسته معروفة. يبقى صلة الرحم, من اراد ان يبسط له في رزقه ربنا يوسع له قوي فليصل رحمه. السبب العاشر جبر الخواطر, اجبروا خواطر الناس, فرحي لو تقدر تفرحي حد, لو تقدر تجبر خاطر حد, لو الشهامه مع الناس, ان لو حد احتاجك ساعد الناس, مش لازم يكون فقير, ممكن واحد غني بس محتاج مساعده, محتاج جبر خاطر, محتاج اتصال, مكالمه, اطمئنان. جبر الخواطر من اعظم اسباب ان ربنا يجبر خاطرك. رقم 11 حسن الظن في الله والثقه في الله, انك تبقى عندك يقين, يبقى عندك يقين, والله يا رب ما هتضايق علينا, والله يا رب ما هتسيبنا ولا هتتخلى عنا ابدا يا رب. اليقين الراسخ ان ربنا مش هيسيبنا ولا هيتخلى عنا ولا هيضيقها علينا. حسن الظن والثقة واليقين في الله ده اعظم سبب فيهم كلهم, ده اسرع سبب فيهم كلهم. يا رب يا رب جمل ظننا فيك وحسن ظننا فيك. رقم 12 يا جماعة السعي, السعي الجد والبكور في السعي. السعي بقى اشتغل واطلب وحصل وانزل وكافح واشتغل, وايقن وانت بتاخد بالاسباب دي ان والله ما هيسيبك, والله ما هيضيق عليكي, والله ما هيتخلى عنك. يا جماعه لما بيكون اسباب السماء مع اسباب الارض, الدنيا كلها ربنا بيغير قوانينها. يبقى السعي والقوه في السعي, احرص على ما ينفعك, خليك قوي في سعيك وتجارتك وشغلك ومحاولاتك وعرضك نفسك على الشركات وكل الاحوال, كل حاجه. السعاه
بكل قوة. رقم 13 الدعاء. الدعاء ده بقى انا مش بقولك في وقت ومعد، في اي وقت ارفع ايدك كده، في اي وقت متوضي مش متوضي، ناحية القبلة مش ناحية القبلة، ارفع ايدك قول يا رب وسعها علي يا رب. ارفع ايدك. مرة كنت خارج مع بصريتي والوقت ده ما كانش معاه فلوس، يعني اي انسان في الدنيا عادي اوقات واوقات، فعايزين نعمل حاجة فرفعت ايدي وطلبت من الله الرزق. والله في نفس الثانية، في نفس الثانية كان ليا يعني فلوس عند واحد، في نفس الثانية في التليفون الفلوس بتاعتي جات لي. بناتي روحوا قاموا الليل في الليلة دي، يعني كل واحدة روحت اتوضت وصلت وفي سبحان الله في نفس اللحظة بتاعت الدعاء. ربنا كبير. الدعاء رقم 14 الدعوة الى الله. الدعوة ببص الوقت في ورقة كده جوه الشنطة بتاعتي وانا جاي اعمل المقطع ده، لقيت وقع منها 200 جنيه. قلت سبحان الله. والله يا جماعة ما هتشوف كرم ربنا زي ما تشتغل في الدعوة، ما هتشوفي كرم ربنا زي ما تشتغل في الدعوة. مش لازم تبقي واحد بتعمل مقاطع ولا واحدة بتدي دروس في مسجد، انك انت تكلم الناس وتكلم اصحابك وتكلم. الدعوة الى الله من اعظم اسباب سعة الرزق، من اعظم الاسباب. رقم 15 العمرة. العمرة بدأت تفتح ايه بإذن الله سبحانه وتعالى. طب الدنيا ده يا عم روح يا عم، ياما والله العظيم واحنا بنطوف حوالين الكعبة نزل فرج الله، ياما والله شفيت الأمراض في العمرة، ياما والله، ياما والله. بكلمكم رب من فوق سبع سماوات يشهد، أنا بكلمكم عن قصص وقصص، لو عايزين نتكلم ساعة دلوقتي. ياما شفيت الأمراض واحنا بنطوف، ياما شفيت الأمراض واحنا بنصلي هناك في مسجد النبي أو في الكعبة، ياما فرجت الكربات، ياما وسعت الأرزاق. العمرة تابعوا بين الحج والعمرة، فإنما تنفيان الفقر، نفي ينفي من حياتك نفي العمرة. رقم 17 الجواز، الزواج. اتجوز. انت مستني ان يبقى معاك 200,000 جنيه عشان تتجوز؟ انت مستني ايه يا ابني؟ الزواج يا ابني ثلاث حق على الله عونهم، منهم النكح يبتغي العفاف، حق معجز. اسألوا اي حد اتجوز انت ربنا ييسرها لك ازاي، يقول لك يا ابني اتجوز وما تخافش ربنا هيسرها لك ويوسع رزقك. والله انا ما اتجوزت كان دخلي، والله بعد ما اتجوزت دخلي زاد اضعاف يا جماعه. طب ازاي؟ هو مالكش دعوه ازاي بقى؟ هو ربنا هيرتبها من عنده، انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. الزواج ان يكونوا فقراء انكحوا الايامى منكم، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله، ده وعد من ربنا هيغنيك بس انت اتجوز. رقم 18 رقم صلاة الفجر. سيدة عائشة تقول عجبت لمن لا يصلي الفجر، كيف يرزق؟ يبقى الراجل يصلي الفجر في الجامع والست تصلي الفجر في ميعاده. صلاة الفجر من اسباب سعة الرزق. رقم 19 الكلام مع ربنا. اتكلم معاه، تعرف تتكلم معاه. اقعد دلوقتي كده يا رب، يا رب الدنيا ضيقه معايا، يا رب انا عايز حاجات كتير، يا رب انت قلت اموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني الفلوس ده عمود فقري، يا رب وسعها علي، يا رب فرجها، يا رب ما تسيبنيش، يا رب مش ما تحرمنيش من رزقك بذنوبي، يا رب ما تحرمنيش من خير ما عندك بسوء ما عندي. يا رب يا رب انت جميل وكريم وطيب. كلمه، كلميه، والله العظيم هيرد عليك، والله ما هيسيبك. رقم 20، رقم 20 بقى دي نقطتين، انك هتسيب ترك المال الحرام. لو انت في حياتك مال حرام سيبه، عايز ربنا يوسعها عليك بالحلال سيب الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مالكش دعوه، اتقي ربنا وسيب الحرام ربنا يفتح لك مخرج من الحلال. وترك اسباب ضيق الرزق، ترك اسباب محق البركه من الرزق. الزنا بيجيب فقر والعياذ بالله، منع الزكاة بيجيب فقر والعياذ بالله، الـ 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 الغش في الموازين لو انت تاجر بيجيب فقر والعياذ بالله، الظلم للناس في المال واكل اموال الناس بيجيب فقر والعياذ بالله، قطيعة الرحم بيجيب فقر وبيجيب خراب والعياذ بالله. فخد بالك من اسباب المال الحرام بيجيب فقر والعياذ بالله، انك تبقى ظالم لحد قطع ارحامك، ظالم مرضك بيجيب فقر. 20 سبب لزيادة الرزق. يا جماعة الناس مخنوقة، يا جماعة الناس تعبانة، يا جماعة كلنا نفسنا ربنا يزود دخلنا، كلنا جميعا نفسنا ربنا يوسعها علينا ويزود دخلنا ويفرج علينا، كلنا نفسنا ربنا يزود لنا دخلنا الشهري ويفرج علينا ويأدي ديوننا، معظمنا مديونين. بدل ما نروح نلجأ لحرام ولا نلجأ لأسباب حرام، وبدل ما نيأس من رحمة الله، في ناس كتير متقلقة ان ربنا ما بيديش فلوس، لا ربنا بيدي فلوس ويمددكم بأموال، ده ربنا اللي بيقول كده، يمددكم في الدنيا بأموال وبنين، وربنا بيدي عيال، ربنا بيدي أولاد، ويجعل لكم جنات
ستين ويجعل لكم النهار. ربنا بيدي فلوس دي بعد قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا احسن الظن بالله ايقيني في الله خلي املك في الله. اديتكم 20 سبب اسمع المقطع تاني اسمع المقطع تاني اكتب اهم 7-8 اسباب انت تقدر تنفذهم وركز على 2-3-4 منهم وباذن الله هتشوفوا نتيجة يقينية بلا مراء ولكن تطبقوا باذن الله. ربنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيات